طيب، يقول المستمع في هذا السؤال: في حج العام الماضي 1407 هجرية، وبالخصوص في ليلة المبيت في مزدلفة، حصل أن انصرفت إحدى قريباتي مع ابنها بعد منتصف الليل بحكم أنها تعتبر من الضعفة، حيث لا تقوى على رمي الجمرات بعد طلوع الشمس للزحام الشديد، إلا أنها بعد انصرافها وكلت ابنها لكي يرمي عنها، واحتجت بأنها لا تقدر على ذلك، فهل يلزمها شيء حينما لم ترمي بنفسها أول الجمرات؟ نرجو بهذا إفادة. رمي الجمرات من مناسك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله بنفسه، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وهو عبادة لأن الإنسان يقوم برمي هذه الحصيات في هذا المكان تعبدا لله عز وجل وإقامة لذكره، فهي مبنية على مجرد التعبد لله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون حين رميه للجمرات خاشعا خاضعا لله مهما حصل أو مهما كان ذلك. وإذا دار الأمر بين أن يبادر برمي هذه الجمرات في أول الوقت أو يؤخره في آخر الوقت، لكنه إذا أخره رمى بطمأنينة وخشوع وحضور قلب، كان تأخيره أفضل، لأن هذه المذية مذية تتعلق بنفس العبادة، وما تعلق بنفس العبادة فإنه مقدم على ما يتعلق بزمن العبادة أو مكانها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأختتام. فيؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها من أجل قضاء الحاجة أو دفع الشهوة الشديدة التي حضر مقتضيها وهو الطعام. إذا دار الأمر بين أن يرمي الجمرات في أول وقت لكن بمشقة وزحام شديد وانشغال بإبقاء الحياة، وبين أن يؤخرها في آخر الوقت ولو في الليل لكن بطمأنينة وحضور قلب، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل حتى لا يتأذوا بالزحام الذي يحصل إذا حضر الناس جميعا بعد طلوع الفجر. إذا تبين ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يوكل أحدا في رمي الجمار عنه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. فإذا تبين ذلك أيضا وأن رمي الجمرات من العبادات، وأنه لا يجوز للقادر من رجل أو امرأة أن ينيب عنه فيها، فإنه يجب أن يرمي بنفسه، إلا رجلا أو امرأة مريضة أو حاملا تخشى على حملها أو ما أشبه ذلك فلها أن توكل. وأما المسألة التي وقعت لهذه المرأة التي ذكر أنها لم ترمي مع قدرتها، فالذي أرى أن من الأحوط لها أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء عن ترك هذا الواجب. نعم، بارك الله فيكم.